يا ولد، اول مرة اخذ الاربيز، اسمحوا لي يا رجال. ترى اللي كلامه راح اشوفه يلامس الروح ويلامس ذا، تراني بصرف له نقاط وراح تعطوني اياها. بسم وين الكاميرا هذه اللي قدام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم في مبادرة عن وقف الرحماء، والمبادرة عن التذكير، أولا تذكير بالأجر وتذكير بالصدقة وتذكير بأبواب الخير وباب التوفيق والنجاح. مع العيال اليوم نأخذ كلامهم ومشاركاتهم، وأعتقد فيه اتصال عندكم صح؟ يجهز الاتصال وراح تخلونه يتواصل معي. محمد مضبوط؟ ايه مشاهدينا الكرام، اللي يدق الله يسامحك، نبي ناخذ مشاركاتكم وتبرعاتكم عن طريق هاشتاج سكريبت 57، واللي حاب ذا نذكره ان شاء الله في نهاية الحلقة. نبدأ في الله. نبدأ مع اليمين، ايش رايك؟ مع نواف صدى زاد الرهبة. الله يمسيكم بالخير، واشكرك ابو عبد الله على هذه الفكرة، هذه المبادرة، واشكر جميع اخواني الحاضرين، وحابة امسي على المشاهدين. طبعا الصدقة فضلها